بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمتها التي ألقاها خلال القمة، أكد أن الجامعة العربية ترفض جميع أنواع الاستهداف والعنف ضد المدنيين دون تمييز. أؤكد على أن الجامعة العربية ترفض كافة أنواع الاستهداف والعنف ضد المدنيين دون تمييز، علما بأنه ليس هناك مدنيين ذوي درجة أعلى وآخرين بدرجة أدنى، فكل المدنيين متساوون والنفس البشرية لها قدسيتها. كما نستنكر وبشدة التصريحات التي تصف البعض بالبربرية وشعوبا أخرى بالتحضر، كما أن لدينا خشية كبرى من الانجراف إلى صراع ديني يلحق كارثة ممتدة بالبشرية.